إخراج سوسن درويش. الإبادة الجماعية الصهيوأمريكية في غزة تمهد لمخطط غربي قديم جديد، ومن هنا علينا متابعة السيناريوهات الأمريكية المطروحة حتى نفهم ما يخطط للمنطقة. فحرب غزة أبعد من تحديد مصير غزة، وإنما تذهب باتجاه رسم خارطة جيوسياسية للمنطقة بأكملها. لفهم هذه السيناريوهات نرحب بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور صفوان قربي. أهلا ومرحبا بك دكتور. مساء الخير أستاذ وفاء لك والأخوي المستمعين جميعا. أهلا ومرحبا دكتور. تصريحات أمريكية إسرائيلية كانت متقاطعة منذ سقوط الهدنة، تؤكد هذه التصريحات أن العدوان على غزة سيستمر شهرين على الأكثر حسب واشنطن، أو على الأقل حسب كيان العدو. هل هذا يعني أن واشنطن عدلت عن فكرة البحث عن السلطة البديلة التي كانت تبحث عنها وتروج عنها في غزة؟ وإن صح ذلك، لصالح أي سيناريو برأيك؟ دعيني أقول هناك صراع مشارية وصراع رؤى. ربما أحيانا وتاريخيا نجحنا كثيرا في محطات عسكرية، ولم ننجح بالمقابل في محاولة الاستثمار سياسيا وتوظيف أو تثمير، خلينا نصح التعبير. حاليا نحن أمام إنجاز عسكري كبير قامت به المقاومة الفلسطينية، إنجاز هزة الكيان الصهيوني من الداخل، ما زالت هذه التداعيات يعيشة حتى الآن. هزة أكبر كانت من الكيان الصهيوني، هزة على الصعيد الإقليمي والدولي. لذلك الحدث الفلسطيني حاليا شهرين وهو يستولي على كل الحوارات السياسية، لاحظت فقط المشهد السياسي العالمي تماما. أحداث كبرى إلى حد ما أصبحت هامشية بما فيه الحرب الأوكرانية. صحيح. تماما. لذلك هذا المشهد الكبير، يعني هذه الخصوصية برأيي ربما كان هناك يرسم الكثير لهذه المنطقة. يرسم قناة بن غوريون التي تروجت لها إسرائيل وأخذت قروض من المصارف الأمريكي بأكثر من 14 مليار دولار لتغذية قناة بن غوريون من إيلات إلى غزة. ضرب هذا المشروع في مقتل، وهو بالمناسبة كان هو مقتل لمصر اقتصادي كبير جدا. كانت تحاول إسرائيل عبر هذه القناة إمساك بالممرات البحرية بالمنطقة أكثر، بالتجارة البحرية أكثر، لأن تمسك بزمام هذا الموضوع. أيضا الممر الهندي الذي كان أيضا الجديد الذي كان يرسم عبر الخليج إلى ميناء حيفا، بعد أن ضربوا ميناء بيروت وبعد أن حيدوا إلى حد ما مرحليا الموانئ السورية. محاولة إظهار إسرائيل على أنها معقل استثماري، معقل اقتصادي، معقل قوي عسكري مستقر يضبط هذا المنطقة. مستقر طبعا. أساس الاستقرار، أساس الاستثمار هو الاستقرار والهدوء. لذلك أن يضرب الهدوء وصورة هذا الكيان الصهيوني في مقتل، برأيي جعل الكثيرين في الغرب والشرق حيارة، دخلوا في متاهة. لذلك هذا الموضوع ربما يكون غزة لا تشكل إلا 1.5% فقط بالمئة من مساحة فلسطين المحتلة، ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. بالتأكيد قرأت من أيام أحد الصحافي الإسرائيليين، شفت على أقول أذكر اسمه، قال أنه ربما حماس ذهبت باتجاه الحصول على صورة مصر في غزة، والأسف عادت بألبوم كامل مفتوح من الصور. ربما يكون الموضوع، حتى برأيي أنا بقول ربما يكون حتى المقاومة الفلسطينية لم تتوقع هذا الإنجاز الإعجازي الكبير. لذلك حتى مخططها إلى حد ما ارتبكت. حاليا نحن في متاهة الحصول على ظهير سياسي يحمي هذا النصر الكبير، يرعاه، يضبط أداؤه في السياسي. وبرأيي هون المشكلة الحقيقية، من يدير هذا الملف؟ كلنا نعرف إلى حد ما الدول التي تمسك حاليا بملف الحوار، إن كان قطر أو كان غير قطر. هذا الموضوع برأيي خلفيات هذه الدول برأيي هي خلفيات ضاغطة على المقاومة الفلسطيني، وليست يعني خلفيات ناصحة أو موجهة أو مستثمرة في هذا النصر الفلسطيني. دخلنا الهدنة إلى حد ما، وقفت هذه الهدنة، لماذا أطيح بها؟ وربما توقفت هذه الهدنة بسبب غياب الرغبة الحقيقية في إسرائيل
بالانتقال من الهدنة إلى وقف أطلاق النار. أطلاق النار. وقف أطلاق النار يعني له تداعيات كثيرة. والشروط. يعني إقرار بالهزيمة يعني الإطاحة بنتنياهو وحكومته الهشة المتعبة من الداخل. تداعيات كثيرة على الصعيد الإقليمي. بالنهاية الكيان الصهيوني هو كيان لا يمثل ذاته، هو معسكر خلينا نسميه، هو رأس حربي للغرب في المنطقة، يمثل مصالح واشنطن بشكل كبير، هو عصى الجميع في المنطقة. لذلك اهتز هذا الموضوع، لذلك لاحظنا الحجيج الأوروبي، العسكر الأمريكي، يعني ربما بلينكين 4 أو 5 زيارات صار زار هذه المنطقة، بالإضافة إلى الأساطين التي تحركت أوستن. تماماً يذهب أوستن، يأتي سوليفان، يأتي كل القادة الأمريكيين إلى حد ما حضور، يعني محاولة الإمساك بالملف بشكل كامل. دكتور ربما طرح إسرائيل في متاهة، ينظرون إلى الكيان الصهيوني على أنه يدير هذه المعركة جنون بغوغائية بطيش. لذلك الأمريكي ربما يحاول ضبط الأداء الإسرائيلي ما أمكن. لذلك بقول حاليا هناك خلافة بالرؤية، لا أنا بقول الخلاف في التكتيك بآلية الوصول إلى الأهداف. بالضبط دكتور. إسرائيل تقتل تماما. تفضل دكتور. طرحت فكرة غاية في الأهمية، وربما هي دائما معاناة السياسة العربية، دائما هناك إنجازات عسكرية، إنجازات على الأرض ملموسة ميدانية، لكن لا تصرف سياسيا. تمام. وتكلمت عن الاستثمار السياسي في النصر العسكري. تمام. ما تصورك، وأنت الخبير السياسي أيضا في هذا المجال، ما تصورك عن شكل الاستثمار بانتصار غزة للمنطقة العربية ككل، خاصة أنها ملفات مرتبطة لا تنفك عن بعضها البعض؟ خلينا هناك يعني إشعال وإشغال ومساندة للملف الفلسطيني بشكل كبير يجري من دول محور المقاومة بشكل كبير، هو يرفع رصيد هذه المقاومة على مائدة السياسي بشكل كبير. ولكن خليني أقول ربما يكون الدول، مصر ربما لها متاعب اقتصادية، لها جوار مهم مع قطاع غزة، هي المجاور الرئيسي العربي، ولكن هناك إغراءات، هناك إغواء، هناك ابتزاز الموقف المصري، هناك مشاريع تهجير، والتهجير دائما الخط الأقرب أو النقطة الأهم لهم كعناوين تهجير وأرقام تطرح باتجاه مصر. للأسف يقال لمصر أنك تحتوين 7 كما يقولون أو 8 مليون فلسطيني، وليكن مليون آخر إضافي، لا مشكلة. مع إغراءات اقتصادية، إغراءات بتصفير الديون الكبيرة وأعطاء، حاليا هناك مشروع في الكونغرس بربط المساعدات الأمريكية لدول في المنطقة بحجم استقبالها للجوء الفلسطيني. إذا المشاريع تكبر، ولكن أنا بقول هناك بالمقابل ملف آخر، هناك أيضا تهجير من داخل الكيان الصهيوني. المقاومة الفلسطينية واللبناني أبلت بلاء حسنا، حاليا شمال فلسطين فارغ من كل المستوطنات، لا يوجد أحد فيه. كل المستوطنات القريبة من غلاف غزة لأكثر من 30 كيلومتر هي مستوطنات فارغة. هناك هجرة كبيرة من داخل الكيان إلى بلاد التي أتوا منها. أقل الأرقام تقول عندي 350 ألف يحمل جنسية مزدوجي إسرائيلي وغربي، وكله هاجر عادل إلى بلاده. إذن هي معركة مقابلة، يعني اللكمة مقابل اللكمة. بالنهاية من ينتصر هو الذي يصبر أكثر، هو اللي يملك مقومات هذا النصر أكثر. دخلنا في مرحلة حاليا حرب استنزاف كبيرة جدا. لا أحد يقول الحقيقة، هناك تعتيم غريب دعيني أقول وغير مسبوق في داخل الكيان الصهيوني عن القتلى عن الجرحى. وسيلة إعلام يمكن يدعوت أحرونوت من يومين هارتس قالت أن 1000 جندي مصاب حاليا في العملية البرية، منهم 205 حالات خطيرة جدا. إذن هناك يعني تزعزع في الجبهة الداخلية، والضغط على الجبهة الداخلية هو عنوان أساسي. الجبهة الداخلية الفلسطينية جبهة قوية رغم الجراح والآلام والأوجاع والدماء الغزيرة ومشاهد الأطفال التي تدمي القلوب، ولكن هناك إصرار على أننا متماسكين خلف المقاومة الفلسطيني، لن نتراجع عنه. بالمقابل هناك اهتزاز ثقة في الحكومة الإسرائيلية، ضياع في الرؤى والأهداف، ارتباك اقتصادي وسياسي
إضافي لأن الصورة في المجتمع الدولي حقيقة القضية الفلسطينية كسبت نقاط عديدة جدا على الساحة الفلسطينية والدولية، الرأي العام كسبت في حرب الصورة، كسبت في حرب الرواية. لاحظتي ربما لاحظتي كان هناك زيارة لإيلون ماسك إلى الكيان الصهيوني، صار في إعادة تعريف بالقضية الفلسطينية عند الأجيال الجديدة. لذلك محاولة كما قلت محاولة كان إيلون ماسك زيارته للكيان الصهيوني منذ أيام، محاولة ضبط الساحة الإعلامية أكثر، تقييد أكثر للمحتوى الفلسطيني، نشر أكثر للكذب الأكاذيب الإسرائيلي، نشاط إسرائيلي على الساحة الإعلامية والسياسية في دول الغرب في الكونغرس الفلاني وفي مجلس النواب، هناك زيارات ومحاولة تحسين الصورة التي تزداد. كل الآراء تقول أنه 95% من الرأي العام العالمي حاليا إلى جانب القضية الفلسطينية هو مشهد كبير، بالتأكيد لم يكن مجانيا. هناك فاتورة دماء باهظة جدا، نرجع نقول ننحني أمامها احتراما وأحيانا خجلا أمام هذه الدماء الطاهرة. هناك حرب على المشافي اليوم على مشفى كمال عدوان، محاولة الاستهداف أكثر من 23 مشفى وحوالي 60 مركز طبي، خرج على حرب حتى على المنظمات الدولية. يعني لما نقول عندي 118 موظف أممي من الأنروا هم أصبحوا شهداء، هذا أمر كبير كمان جدا. يعني كأنه عم نقول نحن دكتور أنه عوامل انهيار هذا الكيان عم تصير بإيده من خلال جرائمه، بالإضافة إلى قوة المقاومة. لم يطرح برأيي، لم يكن أحد يتوقع أن تطرح الحالة الوجودية كلها في هذا الكيان الهش في هذا الوقت وبهذا العنف وبهذا الشكل. طبعا ما بننكر ربما يكون الداخل الإسرائيلي كان يعاني من عوامل تفكك شديدة جدا قبل سابقة للطوفان، صحيح كان هناك أجواء مشحونة جدا، ويمكن هذا سبب آخر بالنسبة لحكومة نتنياهو للإمعان في الإجرام. طيب الهروب إلى الأمام يبقى هو عنوان أساسي لنتنياهو ولا بديل له، يعرف أنه توقف النار حاليا هو ذهابه إلى السجن، ذهابه إلى المحاكم ودخول، وحاليا من البديل؟ هناك حرب على البدلاء من نتنياهو، جالانت أو الآخرين، هم حاليا من هو الأقرب شعبيا؟ حتى لاحظت في استطلاعات الرأي الشعبي لم تعطي لليكود أكثر من 18 مقعد. صحيح. هناك تغير في المشهد الداخلي، ولكن أنا لا أعول عليه كثير، نحن ربما يكون خياراتنا بين المتطرف والمتطرف أكثر جنونا واحدة بكل المعنى، ولكن ضبط الشارع الفلسطيني، ضبط الشارع العربي والإسلامي، حرب خلف المقاومة هو أمر مهم جدا، دعمه إعلاميا عسكريا ثقافيا، أعطاء القضية الفلسطينية حقها في كل الشاشات وفي كل المنابر الإعلامية والسياسية هو أمر مهم جدا. كما قلنا القضية الفلسطينية أكبر من غزة بكثير. صحيح. حاليا صراع مشاريع سياسية، ترتيبات، ربما صرنا نسمع من جديد موضوع حل الدولتين، ربما هذا الموضوع كان مغيب، ولكن أنا بقول هو بالعكس، صرنا نحن بدل حل الدولتين صرنا نسمع نحن عن مشاريع التطبيع، صارت هي للأولوية. هلا هي تفضل. تماما ضربت، ربما تعثرت مشاريع التطبيع، ربما هذا قال بايدن يعني أنه ربما حماس وجهت مقتل إلى مشاريع التطبيع التي كانت تنشط في السر والعلن. بهذا الاتجاه حاليا أصبحت صورة إسرائيل العدوانية الدموية إبادة جماعية، هذا الموضوع يعيق يؤخر يجعل الذين يتحركون باتجاه التطبيع ربما أكثر خجلا أو أكثر ترددا، دعيني في هذا المشهد، وهو أمر ربما يكون على المدى القصير هو أمر مريح. طيب نحن بدأنا بالاستثمار اللي قلنا نحن إلى حد ما يعني نحن نخفق به بالاستثمار السياسي للمنجز العسكري، لذلك نحن منتوجه، خلينا نوسع المروحة بسؤالي الأخير، منتوجه إلى الخارج. طوفان الأقصى كان له ارتداد على الداخل الأمريكي تحديدا. صحيح. مثلا لما منقول أنه أمريكا بتحط مدة الشهرين، هل هذا يعني أن تكون مدة الشهرين هي مهلة لواشنطن بهدف إحداث تغيير إقليمي ما، خاصة أنها ستدخل موسم الانتخابي دكتور بعد هالمدة؟ هناك خليني ربما يكون دائما الصراع الداخلي في واشنطن الحالي الانتخابية، حزب الديمقراطي، هناك ولايات إلى حد ما متأرجحة انتخابيا،
احنا بنرجع للمشهد الانتخابي في امريكا، كان هو لحد ما الفوز بنصف نقطه او نقطه هنا، يعني المعركه هي معركه متقاربه جدا. لذلك البحث عن بعض الاصوات خاصه في الولايات المتأرجحة مهم جدا من الحاله الانتخابيه، منهم ولايه ميشيغان اللي هي فيها اغلبيه الى حد ما عربيه واسلاميه ومزاجه الى حد ما. هذه كانت نقطه مهمه جدا كسبتها الديمقراطيين. حاليا الكل يقول لن اعطي لبايدن. هناك جو يعني حتى في داخل الحزب الديمقراطي حاليا ربما البحث عن الوداع، ولكن نرجع نقول هذا الموضوع لا نبني عليه كثيرا. بالنهاية هناك لوبيات وهناك مجمع صناعي وهناك من يملك القرار ويسرق القرار الأمريكي رغم ربما المزاج الشعبي الذي قد يكون مختلفا، ولكن تبقى القضية الفلسطينية كسبت نقاط مهمة جدا على الصعيد العالمي وبالذات على الصعيد الأوروبي. دعيني يعني تصريحات الرؤية مختلفة، ربما غياب الصورة لفترة زمنية طويلة إن نقول جعل القضية الفلسطينية لحد ما تدخل في متاهات حاليا. تماما حاليا الحالي الفلسطيني يقول نقرأها من جديد، لا هذا الموضوع أكبر من ذلك بكثير، وهو أمر مريح لنا جميعا على الصعيد السياسي الخارجي. بالتأكيد الدعم السوري، الدعم اللبناني للقضية الفلسطينية أحياها نشطة، أنعش دخول العراقي على الخط ودخول جيد، الدخول اليمني جعل القضية أنه حتى الممرات البحرية حاليا هناك قلق باتجاه الممرات البحرية، ضرب القواعد الأمريكي تذكيرا وإيلاما. ربما حاليا كانت القراءات تقول أنه حوالي 80 استهداف حصل خلال هذه الفترة فقط للقواعد الأمريكية الموجودة في شرق سوريا، هو أمر. وربما كان هناك إصابات لا تعلن عنها أمريكا، أقل القراءات قالت أنه عندنا 65 إصابة أمريكية في هذه القواعد. هو تذكير للأمريكي بإعادة قراءة الموقف، هو تنشيط لدول محور المقاومة، تذكير بالأمريكي بالاستعداد للرحيل عن هذه المنطقة وبضرورة أن يخفف من دعمه مشروع المجموع اللي يطرح مشروع بالكونغرس الأمريكي للانسحاب من سوريا. صحيح، أحد النواب الأمريكيين حاليا ربما المرة الماضية الذي طرح وليست أول مرة بيطرح حصل على تصويت إلى حد ما لم يكن كبيرا، ولكن هو كان عبارة عن فتح لهذا الملف. الكثير من المشرعين الأمريكيين يرون أن هذا الوجود هو لا ضرورة له وهو مكلف، وأنا برأيي ربما رؤية بعض الإصابات أكثر لدى الجنود الأمريكيين هذا الموضوع يسرع يزكي النقاش أكثر بعلنية وجرأة تحت عنوان لماذا نرسل جنودنا إلى هذا الموقع. برأيي سنكون أمام قواعد اشتباك ليس فقط فلسطينية مع الكيان الصهيوني، لا سنكون أمام قواعد اشتباك جديدة إقليمية، ولن تنحصر هذا الموضوع فقط على الساحة الفلسطينية، الموضوع حتما سيكون أكبر من ذلك بكثير. وهذا الموضوع أقرأ أن له تداعيات إن أحسننا استثماره بشكل جيد. نرجع للنقطة نفسها، ستكون مهمة جدا جدا جدا. نحتاج إلى دعم عربي، نحتاج إلى دعم إسلامي. القضية الفلسطينية ليست كما يحاولون حاليا بعض المتصيدين حصر بحماس بلون الطائفي بلون الديني بلون المذهبي، لا القضية الفلسطينية قضية إسلامية، قضية مسيحية، قضية عروبية، قضية وطنية إنسانية كبرى. صحيح. أكبر من الساحة الفلسطينية، قضية حق، قضية شعب يباد، قضية شعب يهجر. يعني هذا الموضوع يجب أن يعطى حقه من النقاش والحوار والإضاءة بعيدا عن بعض زواريب السياسة التي يحاولون أخذنا إلى هنا وهناك. بكل الأحوال يعني القضية الفلسطينية صار عنوانها قضية إنسانية أخلاقية. صحيح. أكثر منه سياسي أو تمام. فبالتالي نحن معك دكتور صفان، ننتظر الاستثمار السياسي الأمثل في اليد العربية لهذا الانتصار، وعلى أمل اللقاءات معك القادمة على وقع الانتصار المؤزر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كل لك. شكراً دكتور. شكراً دكتور. كلام في السياسة. إعداد وحوار وفاء قسومة. إخراج.